200 يورو مساعدة بسيطة لكنها تتكفل باحتياجات آلاف الأسر الفلسطينية، خصوصا تلك الأكثر فقرا، كحال هذا الرجل الذي فقد عمله في المناطق المحتلة عام 48 ولم يجد له بديلا بسبب إعاقته. المساعدة يقدمها الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج لتقوية وزارة الشؤون الاجتماعية ويهدف لمساعدة الأكثر فقرا في فلسطين. صار لي بيجي 10 سنين كاعد. نعم. ليش قاعد؟ فيش شغل، فيش اشغال. بطلت يعني تقدر تروح؟ فيش مجال شغل. فيش مصنع كنت اشغل فيه انكسر. ولا قاعدين. والله يا اختي فيه، بس هلا مجال للكفيف ما فيش. هون في البلد فيش مجال للكفيف. ما يقارب 50,000 مستفيد بين غزة والضفة الغربية يعتاشون على تلك المساعدة التي تقدم لهم عبر عدد من البنوك العاملة في فلسطين، بينهم أرامل وزوجات أسرى في السجون الإسرائيلية وذوي الاحتياجات الخاصة. برنامج مساعدة الأكثر فقرا أقر في العام 2008 على أن توزع المنح 4 مرات في السنة. المنح التي تبلغ قيمتها 200 يورو وتوزع كل 3 أشهر قد لا تكون قيمتها كبيرة، لكنها قد تسمح للأهل بدفع أقساط المدارس أو شراء الطعام للأولاد. هذه المنح تساعد الأهل، وإن سألت المستفيدين فهم يتطلعون إلى الحصول على هذه المنح. في أغلب الأحوال المبلغ الممنوح لا يفي حاجة المستفيدين، لكنه على الأقل يتكفل ببعضها. والله ما بتكفي يا بني، إيش بدها تكفي؟ تكفي في 10 أنفار. 10 أنفار إيش بدها تكفي فيهم الـ10؟ لما أولاد مدارس وأولاد غيره بدهم مصاريف، والله ما بكفي. 8 أنفار وأنا وبنتي كمان. يعني 10 أنفار. آه والله. في حد فيكم بيشتغل في البيت؟ حد الله يما، مكسح. صاحبهم مكسح اللي باخذ له اياهم. الله يكون بالعون. بكفوك هدول الفلوس يا حجه ولا؟ بكفوناش والله يما. بكفوك؟ لا والله. الحمد لله. الحمد لله. أنا بالأجار وكل شهر بدي حوالي 100 150 دولار غير المية والكهرباء. وبالنسبة للزواج أنا قادر بدي أخطب بالزواج بكفونيش. بدي زي حوالي غير الأجار بدي حوالي 800 شيكل 1000 شيكل مصاريف. مصاريف وعلاج، علاج خفيف للرجلية. المستفيدون رغم تأكيدهم على احتياجاتهم لتلك المساعدات إلا أنهم يطالبون بمساعدتهم على إيجاد فرص عمل تعفيهم من الاعتماد على المعونات. بس ليش بيخلوش الوحدة تشتغل إذا كان يعني يتعتمد بس على الشؤون؟ بيضلوا يسألوا إذا كانت بدها تشتغل يعني ممنوع، لكن يوفرون فرص عمل أخرى كمان، مش بس نركن على تشيكات ولا تمويل. أنا بتسدش حاجتنا صراحة. برنامج مساعدة العائلات الأكثر فقرا يهدف بالأساس إلى إنشاء نظام ضمان اجتماعي فلسطيني قادرا على توفير احتياجات شرائح المجتمع الفلسطيني، خصوصا تلك التي تعاني أكثر من غيرها. لبرنامج أوروبا جارتنا، نسرين سلمي، رام الله.